ينضم إلينا الآن العميد مارون خريش، خبير عسكري من بيروت. مرحبا بك حضرة العميد. أهلا وسهلا بكم. حزب الله نحييكم ومستمعيكم. أهلا بك. حزب الله استطاع الوصول بالمسيرات إلى داخل إسرائيل، أيضا ضرب مواقع للتدريب، ربما تحمل هذه الضربات وهذا التحرك من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل دلالات معينة أو رسائل. هل وصلت هذه الرسائل بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي، ولأي مدى قد تحفزه على ارتكاب المزيد من المجازر والتوغل في الأراضي اللبنانية؟ يعني صباح الخير، هناك مكابرة في الجانب الإسرائيلي وتقدير المبالغ في القوة لدى العدو الإسرائيلي، وأيضا يعني انكشفت قوة حزب الله في الجنوب، وأن الضربات التي تلقاها بقتل القيادات أو بتفجير يعني أو اتصال أجهزة الاتصال أثبتت أنها لم تؤثر جدا أو كثيرا على مسار الحرب في الجنوب، لأن المقاومين لديهم أوامرهم الدائمة مثل ما نقول دائما، ولا تتغير إلا إذا كان هناك وقف للنار أو تغيرت العقيدة العسكرية، وهذه لن تتغير في الجنوب، وهي القتال بمجموعات تحمي الأرض، يعني الدفاع المساحي عن الأرض، وهذا ما يفعله المقاومون على ثلاث مراحل أو على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي ضرب الخلفية التي تؤمن اللوجستية والطيران والاتصالات بالأقمار الصناعية وغيرها للعدو الإسرائيلي المتجمع في بقعة تجمع على الحدود. وثاني نسق هو ضرب هذه التجمعات على الحدود ومسالك تقدمها وصفوفها لتفريقها وعدم تمكينها من المهاجمة. وثالث نسق هو نسق الاشتباك المباشر عندما يتقدم العدو لكي يحقق تماسا معينا، لأنه ليس لديه المعلومات الكافية عن جهاز الحزب الدفاعي، وليس هناك جهازا دفاعيا دائما، وإنما ضربات و يعني أفخاخ وكمائن متنقلة سريعة قوية تضرب العدو بالنيران وتنكفئ إلى مكان آخر لتلاقي واحدة أخرى من العدو تتقدم. وهذا ما نلاحظ أن الحزب يفعله على الحدود، وهذا نوع من القتال هو قتال الجريه، قتال المقاومة الحقيقي وليس القتال التقليدي. طبعا الحزب لديه ترسانة من الأسلحة والصواريخ القريبة المدى، يعني ضد الآليات وضد التحصينات، والمتوسطة المدى التي تضرب تجمعات العدو، والبعيدة المدى التي تضرب في الخلف وعندها مفعولان. المفعول الأول هو التدمير وضعضعة قوى العدو، والتأثير الثاني هو التأثير على الداخل الإسرائيلي وعلى معنويات الجنود، وهذا ما يحصل الآن. طيب حضرة العميد، تحدثت عن أن حزب الله يمتلك ربما ترسانة أسلحة خاصة القريبة المدى كما ذكرت، ولكن هل في حال يعني تطور الحرب أو اتساع رقعتها بشكل أو بآخر، هل يستطيع
تستطيع إيران أن تتدخل في هذا الأمر أو أن يكون لها التحرك عسكري بشكل أو بآخر نظرا لانتظار ضربة يقال أنها قد تكون مفاجئة في خلال 20 يوم. الأمر الآخر يتعلق أيضا بالحزب ومدى قدرته على التصدي للبراميل المتفجرة أو القنابل بالأطنان التي يقوم بإلقائها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا إضافة إلى تفخيخهم لعدد من المباني في حال مغادرتها من قبل الأهالي. هناك يعني تشويه وتحطيم تام لكل ما هو موجود في الجنوب اللبناني. كيف سيتم التعامل مع هذين السيناريوهين مستقبلا وفي المستقبل القريب تحديدا؟ طبعا يلاحظ المراقبون وال يعني الخبراء أن ميزان القوى ليس متكافئا بين أمريكا وإسرائيل، إسرائيل يعني وحليفتا أمريكا، وبين حزب الله والحليف الإيراني. الحليف الإيراني يزود المقاومة بالأسلحة والذخائر، ولكنه لا يتدخل في المكان المناسب والوقت المناسب. أما أمريكا والغرب فيتدخلون مع إسرائيل مباشرة، وهم الآن قد نشروا بطارية مضادة للصواريخ كل صلية فيها 48 صاروخ، يعني تعترض 48 قذيفة آتية من لبنان، كانت صواريخ أو مسيرات أو رجمات صواريخ يعني المتوسط المدى. ذلك يعني أن أمريكا تدخل مباشرة وإسرائيل وإيران لا تتدخل، وإنما تتنصل في بعض الأحيان أو تتدخل في المكان غير المناسب، مثل ما وقع الضربة يعني الإيرانية وقعت بعيدة 140 كيلومتر عن مكان اللازم على حدود اللبنانية، فبدل أن تضرب التجمعات الإسرائيلية المتحفزة للهجوم على لبنان ضربت مطارا عسكريا. ويقول الإسرائيليون أنهم لم يؤثر، أن الضربة لم تؤثر على شيء ولم تجرح أحدا أو تترك أثرا. أشكرك سيادة العميد مارون خريش الخبير العسكري، كنت معنا مباشرة من بيروت.